واش لافافا جيسبيغ كلكم تكونوا مزيانين. المهم الدراري كيما شتو مشيت تعطلت واحد عندي راكم عارفين عندي البقالة خاصة شوية نزير راسي. المهم بالنسبة غنديرو في هاد الماء دابا غنديرو واحد لا سيري عرفتي علاش؟ غنهضرو على الماستيك، غنهضرو على السيريوز ماس، غنهضرو على البي سي ا ا، غنهضرو على الجولد ستوندار، غنهضرو على الكرياتين والار جي هي. يعني كل واحد فيه غادي نديرو فيها بحال حلقة. المهم هاد النهار ان شاء الله غنهضرو على الماستيك هادي، خليكم باش تعرفوا كل شيء عليها. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش دير ابوني لا فيديو، ما تنساوش دير لايك لا فيديو. باي باي، نحييكم على فيديو تاعي. كيما قلت لكم غنبداو بالماستيك. الماستيك هو تعتبر من لي جينر حيت فيه لي سورس نتاع الكارب يكونوا طالعين. فيه بالنسبه للكارب 156 غرام ديال الكارب، وبالنسبه للبروتين فيه 80 غرام، وفيه 1010 ديال الكالوري و17 غرام ديال بي سي ا ا و8 غرام ديال الليوسين و10 غرام ديال الكرياتين. يعني هذا هو بين احسن لي جينر اللي كاين. عرفتي علاش؟ حيت فعاود ما تدي سيريوز ماس وتدي معاه بي سي ا او كرياتين، هذا فيه كلشي، فيه الكرياتين والبي سي ا ا والليسون، فيه اللي تحتاجو كامل فيه غتحتاجو. وكيعطيك واحد لا ماس ماسكولي غادي يرقي، يعني ماشي الكاربي بزاف، ما فيكش الدهنيات بزاف اللي كتجي لابيغي بلاصيش. ما كتحتاجش انك تاخذ واحد المده كبيره في لاصيش، يعني فيه لي سوخ تاع البروتين طالعين وديال الكارب حتى هما طالعين. فيه 156 غرام ديال الكارب و80 غرام تاع الكرياتين، 80 غرام ديال البروتين زعما، و10 غرام ديال الكرياتين، و17 غرام ديال بي سي ا ا، و8 غرام تاع الليسين. كما قلت لكم على هذا الماستيك هو صنع الشركه تاع ميسكلتك الامريكانيه. المهم هذا الكيدر بالنسبه لي انا البوان دو فيو ديالي كيجيني من احسن الكيدر، احسن من السيريوز ماست، حيت فيه داكشي كامل اللي كيحتاجو الكوخ ديالو كامل كاين. وبالنسبه ل 80 غرام ديال البروتين و 156 غرام ديال الكارب و 1110 ديال الكالوري و 17 غرام ديال بي سي ا و 8 غرام ديال الليجين و 10 غرام ديال الكرياتين، هادو كاملين ماشي في سكوب واحد، يعني في 5 ديال السكوب بهذا الحجم هذا. غنقول لكم بحال هكا 5 ديال السكوب بحال هذا الحجم هذا، دابا راه تسالت لي هادي. وبخمسة ديال لي سكوب من هذا كيعطيوك هادشي كامل، يعني راه ماشي في سكوب واحد غتلقى 70 غرام تاع البروتين و 1010 كالوري وكذا. يعني كاين في خمسة ديال لي سكوب طلع لكم لا فالور نوتريشن ديالها هنا في الجلد، وهي اصلا هنا كاينه. وقف الاخر وشوف مزيان على راسك وقلب وكذا. المهم بالنسبه لي هذا كيجيني هو احسن جينر كاين، حيت كيعطيك واحد سميتو واحد نقولك واحد العضله اللي نقيه ما فيهاش الكارب بزاف، ملي غتدخل لاصيش ما غاديش تعذب فيها بزاف. قبل هذا الماستيك شكون اللي كيحتاجو هما داك الناس اللي كيكونوا نقول الكاميرا عليهم. كيما قلت لكم الماستيك الناس اللي كيحتاجو هما داك الناس اللي كيكونوا باغيين يطلعوا من الوزن ديالهم، ماشي انت راك غلايد بزاف وباغي تطيح تدي ماستيك. ماستيك راه جينر، يعني راه ما غاديش ينفعك. يعني الا كنتي بحال دابا شي واحد رقيق وبغيت يطلع من البوا ديالو، راه غادي الماستيك راه احسن واحد غادي ينفع، احسن واحد فيه لي سورس ديال البروتين طالع والكارب طالع، فيه داكشي كامل اللي يحتاجو كاين. وبالنسبه لهذا راه ماشي هو اللي غادي يعطيك داك لاماس اللي باغي نتايا، راه الماكله والونطريمون ديالك هي اللي كتعطيك كلشي. الوغ الا كليتي مزيان وكملتي هاد الزيتي هاد البروتين، هاد البروتين كيتسمى غير كومبليمون اليمونتيغ مكمل غذائي. الوغ خاصك تاكل مزيان وتريني مزيان وتنعس مزيان وعاد تاكل هاد المشقوف هذا باش تكمل داكشي كامل يطلع زوين. المهم الدراري نتمنى تكون عرفتوا شويه على الماستيك، باش اللي كنتي باغي تشري تكون عارفش علاش كيتكون وشنو فيه بزاف د الحوايج. جو بونس كو المره الجايه لا فيديو جي غادي يكون على واي الجولد ستاندار بالنسبه للناس اللي غادي يدخلوا لاصيش وكذا. المهم باقي البلاصات كاملين. المهم الدراري كلشي هبط لتحت، فرك على اللعيبه هاد لايك وشي كومونتير زوين كالعاده. عارف شو الدراري مشيت سيل زعما نزيد مشيت تسكيت بدا يدي لي بنات ولا نتفكر ما نضربكمش على واحد الحاجه اللي مهمه بزاف في هاد البلان ديال الماستيك، هو ان نرجع عيني فيهم بنات وحق الله ونت باش نقول لكم شنو كاين. هو ان داك 80 غرام تاع البروتين و 56 غرام ديال الكار، هاد داك 5 ديال السكوب اللي قلت لكم كيتخلطوا مع الحليب ماشي مع الماء. يعني اون فوا الى خلط شي واحد كيصوني
غير امي فهمتش قبيله قبيله صوري لي عليه قلت لكم هاد لي سورس ديال البروتين هاد 8 غرام بروتين و 60 غرام كيتخلصوا مع كيتخلصوا باش تقلبي النعاس كيتخلطوا مع الحليب يعني اون فوا اللي خلطتيهم مع الماء غتولي 60 غرام ديال البروتين ما غاديش تبقى 80 غرام وبالنسبه قبل ما تشري هاد الماستيك خاصك تعرف الفرق ما بين الماستيك اوريجينال والماستيك اللي مزوره الاصليه والمزوره راه ديجا هضرت على هادي مزيان في واحد الفيديو من قبل يطلع لكم من فوق اللي عندي ديالها وغتفهموا كلشي مزيان باش ما تحشركمش الا مشيتو تشريو يلا دي بيس